السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعين قناة أثاث الثقة وحساب أثاث الثقة على الانستغرام اللي راه فيه بزاف لي سوربريز، متابعين صفحة أثاث الثقة على الفيسبوك. خوتنا اليوم الله يبارك زارونا ناس تاع شلف، خونا عندنا واش راك لاباس؟ صحتك لاباس؟ الاخ واش راك لاباس بخير؟ خوتنا هذوما اللي ربحوا معانا لو صالون ال بومبي اللي كان في المسابقة تاع الانستغرام، الحمد لله كانوا خفاف وزارونا في اسرع وقت. درت لهم شي لابريسيون، قلت لهم روحوا اليوم وكاع. يا خويا مرحبا بك وان شاء الله اليوم راح تفرح معنا. نسقسيك هذا السؤال، اسكو كي كنت زعما تشارك في المسابقه كنت متوقع انك راح تربح؟ قليله، ما كنتش قادر نتوقع. شنو توقع؟ والحاجه واش كنت تقول له في الطريق؟ وراك الديني ما كاش ولا الحمد لله يا ربي. خاوتنا لازم تشاركوا في كامل المسابقه تاعنا، علاش؟ باسكو ما كاش واحد راني متاكد غادي يشوف اللي ربحوا كامل كي سقسيتهم اسكو كنتوا متوقعين راح تربحوا؟ قالوا لنا لا لا بصح شاركنا. الحمد لله خونا عدى شارك معنا، قول لي الشعور تاعك البارح كي ربحت وشنو هو الشعور تاعك؟ فرحت بزاف. طيب يا. ما شاء الله. وكان اتصل بيا وراسلته وبعث لي الرقم تاعو، يعني انسان ما شاء الله مام عائله يستاهلوا، صدقوني يستاهلوا كل خير. وعدتهم ما شاء الله، بارك الله فيكم وربي يحفظكم. بارك الله فيك خويا. وعدتك انه اي غرفه نوم تاع عجبك لهنايا ولا العائله تاعك ولا رانا هنا باش نساعدوا خونا، ما شاء الله تستاهل كل خير حبيبي. واي واحد من المتابعين الاوفياء، هذا راه متابع وفي ولازم نعاملوا هكذا، اي واحد من عائله اثاث الثقه يستاهل كل الخير. خويا متى تعطوك الصالون تاعك؟ متى تدير؟ اليوم هاي خلاص اليوم باذن الله خونا يكون عنده لو صالون تاعو في شلف، ولما لا ثاني نجو تماك نديرو فيديو يجي ترونسبورتي يدير معاك فيديو تما. هذه هي خوتنا، نقدموا تحيه كبيره لناس شلف، قولوا حاجه لناس شلف. ومازالت كاينه ثاني المسابقه تاع لا شومبر موديل الملكه، راه نحط لكم الرابط تاعها ثاني، روحوا زدوا شاركوا فيها. نشكركم على متابعه هذا البث المباشر. خويا عدى بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.